هلو كلود، كيفك؟ أنا مشتاق لك. عظيم. شو أخبارك؟ تمام. كلود خبير تجميل وطاقة. نعم. عم نحكي عن البرودكتس اللي بتشتغل عليهم وبتطورهم. كلود ناتشرلي. نعم. في كذا أشياء محضرنا اليوم، يعني في كذا أشياء بدك تخبرنا عنهم. شوف، في هذا الجروب مع بعضهم، في زهورات، في أشياء للشعر، أشياء للجلد، للبشرة. شو بدك نبلش؟ نحن نبلش دائما. أول شيء نحن بدينا بأول الشتي، بتعرف نحن عنا مشاكل كتير بالبشرة، بتتفاعل بالسخن كتير، يعني وقت بكون الحرارة عالية بالشمس بتأذيها. بالوقت ذاته نحن منقول الشمس كتير منيحة كفيتامين بتعطينا إياه، بس ولكن نحن بنقعد عليها كمية كتير كبيرة، فالبشرة تبعيتنا بتترهل، بصير عندها مشاكل كتير. عملنا شيء اسمه تريو. تريو اللي هو نمبر 1 هلأ بلبنان، وطبعا نحن انت بتعرف نحن موزع كل بلدان العالم. التريو هو مجموعه مؤلفه من ثلاثه. في اول شيء رح نبلش بشيء اسمه البوتوكس. البوتوكس هو معمول الهيالورونيك اسيد، هو ذاته الابره بتنحط بالبشره، بس ولكن نحن بنعملها على ناتوريل. دائما نحن بنقول ناتشورال كلود، هي الهدف اساسي تبعد عن العمليات التجميل، يعني انا قد ما فيني اخر العمليه لتعملها انت، هذا بيكون شغله ناتشورال كلود، هدي الهدف تبع الاساسي. فنحن بنعمل لهم شيء ناتوريل بيعملوه بالبيت، بالوقت ذاته افيكاس كثير، لانه نحن بنركزها كثير لاي برودوي بنعملها حتى تاخذ نتيجه باسرع وقت ممكن. طبعا البوتوكس بيستعمل 3 مرات بالنهار، صبح وظهر وعشيه، على الاماكن اللي نحن بدنا اياها حتى نكبرها. مثلا اذا طالع بينا نعملها نكبر الخدود، منحطه تابوت مو على الخد حتى ينفخ، أو على الشفة، أو أي منطقة أو أي زون. ما فينا نوزع كلياته على الوجه، يعني بكميات هيك على الوجه بدون طريقة مدروسة، ما منستفيد. لازم نركز على زون معينة بقلب الفيس لنقدر نحن نستفيد منها. هذا اللي البوتوكس اللي هو المستعمل 3 مرات صبح وظهر وعشية قبل أي شيء نعمله بوجهنا. أوكي. بعدين بنجي على البيرل كريم. بيرل كريم معمول من يعني معمول من 5 elements بقلبه، معمول هو من كمان محطوط بقلبه بوتوكس، محطوط بقلبه مثلا الكوجاك أسيد اللي هو بفتح البشرة، يعني هو بنقي بشرة، هو معمول من الأسيد الفواكه، معمول من الغذاء الملكي اللي هو اللي عنده الفيتامينز كتير قوي، عنده الحديد قوي، لأنه بتعرف أنت الغذاء الملكي هو نافع جدا لبشرة وحتى للغذاء اليومي تبعنا، هو شغلته كتير مهمة لأنه بيعطي باور، ودائما البشرة هي بتعوز كتير معادن، مشان هيك نحن من قوي. طبعا حتين في بقلبه اللولو اللي هو غني بالكولاجين، حتين بقلبه الفيتامين إي للبشرة، هي بتعشق ما يسمى الفيتامين إي لأنه بتعطيها النضارة وبترجع بتقوي لها مادة الكولاجين لترجع تنعشها. نرجع منروح على شيء اسمه الكافيار كريم. كافيار كريم عند ناتشورال كلود هو محطوط بقلبه 11 إليمنتس، يعني دبل نحن من عاملين على البيرل كريم. ليش؟ لأن كل الستات قالوا لي كلود نحن وقتا منطلع فوق 45-50 ترهل عنا عم بيصير بكمية كتير كبيرة، كتنظيم أكل، كأوقات نحن بنعمل دايت كتير، يعني خلال 2-3 شهور بنعمل دايت، نرجع بننصح، بنرجع بنضعف، بنرجع. هيدي البشرة عم تترهل بشكل كتير كبير بأسرع بسرعة كتير فائقي، فعم نوصل لل 45 أو ل 50 عم نحس حالنا نحن صرنا كتير كتير بشرتنا تعبينة، فركزنا الكافيار كريم. الكافيار كلهم بيقولوا لي كلود ما السوق كله في كافيار بمعنى كبرودكت، نحن ناتشورال كلود هي خلقت من طبيعة الشرق، يعني طبيعة لبنان، مش هيك؟ هذا البرودكت تبعنا معمول للبشرة الشرقية، معمول للبشرة العربية، يعني التركيز تبعه أكثر بكثير من البرودويات الأوروبية. لسبب، لأنه احنا وقتها كنا عم نعمل سيرش على البشرات كلياتها، ليش العالم عم تركض كثير على العمليات؟ تسألهم كلياتهم بيقولوا لك نحن استعملنا أهم برودويات بالعالم الأوروبية، بس ولكن آخر شيء رجعنا توجهنا على العمليات لأنه رطبت، بس ما نفعت، ما لقينا البشرة تبعيتنا مثل ما عملونا دعايات. فنحن شو عملنا؟ نحن رحنا اشتغلنا على هيدي البشرة الشرقية وعملنا لها برودوي لها خاص، يعني بيناسبها، لأنه نحن خلقناها هيدي البرودويات من الطبيعة اللي هي بتعيشها. مشان هيك نحن التريو هولي الثلاثة، هي خلال 15 يوم رح تشوف بشرة عندها
كتير زغرانة، عندها نضارة معبية والتجاعيد كتير خفين عندها، فبنصحهم يجربوا. طبعا في عندهم شيء اسمه الاي تريتمنت. الاي تريتمنت هو المعمول من الإلاستين، اللي هي يعني مادة الإلاستين مثل مادة الكولاجين بقلب بشرة، هي موجودة، هي بتحفز المي حتى ما يصير عندنا ريد كتير قوي. نعمله على الكونتور دو زوف، نعمله كمان تابوتمون، كمان فينا نعمله على المستاج، حتى لأنه أنتم بتعرف كتير عالم هلا عم تأرجيل، فبيصير في عندها هيدا تزمزم كتير وبيصير عندها هيدا الريد، فعم تساعدها بالإلاستين حتى ما توصل لعمر صغير ويصير عندها هيدا الريد كتير كبير. هيدي أول مجموعتين. لكن هيدي أول مجموعتين طبعا التريو لكن هون الاي تريتمنت بس yeah. كمان كنت عم تقول إنه انتي رينكل اللي بدخنه ارجيلي، اللي بدخنه ارجيلي كمان هو لانه بيشتغل كثير منيح مشي مده الالاستين حتى ما نحن نفقدها. طبعا عندنا شيء اسمه زهورات كلود. زهورات كلود كمان يعني اذا بتقراهم انت بتشوف انه معمول من قشر الرمان. قشر الرمان هو بيقطع شهيه، يعني اي شخص هلا نحن موسم رمان، اي شخص بيجيب قشر الرمان وبيغلي وبيشربه قبل نص ساعه من اي وجبه هو راح يحس حاله انه هو ما بيقدر ياكل. فنحن جبنا نسبة حطينا معه مع هذه الزهورات، ورجعنا جبنا الجينجر لأنه الجينجر كمان بيساعد على نشاط الإنسان حتى ما يصير في عنده، لأن أنت وقت بتعمل دايت بتحس حالك أنت عندك في تعب، في تعب، وهو لا بالعكس الجينجر هو بيقوي، وخصوصا لضيق المفاصل هو كتير منيح. حطينا له قشر الليمون اللي هو اللي بكسر الفات بقلب الجسم وبيساعد على حرقه أكتر وأكتر. حطينا شاي الأخضر ليشيل نسبة المي الزوائد بقلب البشرة بقلب الجسم، وبالوقت زيته كمان هو بيساعد على تقطيع هيدي الدهنيات بشكل سريع. وجبنا ورد الجوري هو ليطر المعدة، هو ما بيعمل دياري، هو بيطر معدة بس، وما بيعمل كمان يعني في كتير عالم بتقول لك خايف ليعملنا وجع أو أبدا، هو بيطر معدة، هو ما بيعمل دياري وهو كتير منيح. وكمان حطينا له القصعين أو المريمية حتى تشيل النفخة، لأنه أنت بتعرف بنبلش النهار نحن بطننا ممسوح، بنوصل للساعة 11 بنحس حالنا ببلش يعبي شوي عم بيعبي ونحن ما عم نعرف ليش. فكمان هيدي زهورات كلود هيدي كفيلة تشلك 3 كيلو بالأسبوع، بس بدك تاخدها 3 مرات صبح وظهر وعشي قبل الأكل بنص ساعة لتقطع شهية وما يصير عندك أي مشاكل. مكوناتها طبيعية 100%، لأنه كلهم بيقولوا لك كلود قاطع شهية يعني في مادة بقلبه مثل ما عم نسمع كتير بالمواد اللي ما بتسوق. لا بالعكس، وحتى هني فين يعملوها بالبيت، يجيبوها للأعشاب وقادرين هني بالبيت يخترعوا، لأنه كمان هدفنا تشيرلي كلود مش بس هي بيع، هدفنا تشيرلي كلود كمان توعي الست بقلب المطبخ تقدر من حواضر البيت تخلق كمان ماسكات طبيعية تقدر تستعملهم يومية، فهذا هو الهدف طبعاً. على كل حال بآخر حلقة اليوم رح تعملنا وصفة صغيرة في كم المقادير اللي شايفينهم هون مش من الكوكينج سيجمنت، البن والكيوي والبيضة، هيدي معرفتها هي عصير خيار. عصير خيار اوكي طلع فوسفور نتركهم لبعد شوي مزبوط. الخلطة يلي رح تقلنا كلود بعد شوي شو منفعها أكيد فينا نعملها بالبيت وايمتى نعملها مزبوط. نكمل بالبرودكتس اللي عندك هون، القنينه يلي لانه شكلها غير العلب هوليك. هيدي معموله هي تابعه للزهورات. هلا هون نحن عاملين السليمينج ليكويد. السليمينج ليكويد هو معمول من الكافيين، جبنا الكافيين يعني نحن حتى كمان عندنا خلطات لبعدين ازالرات معموله من الكافيين، كيف كمان تشيل لك السليوليت، تشيل لك وتشد لك منطقه البطن مثلا، تشد لك اي منطقه بجسمك انت بتحس فيها ترهل هي رح تشدها بالوقت ذاته، هي رح تشيل لك اي خطوط موجوده كمان، لانه انت بتعرف ستريتش بيصير بالجسم بيروح وبيجي فبصير عندنا مشاكل كثير فيها. طبعا هذا سليمينج ليكويد هو شغلته كثير بسيطه وكثير هينه، رح نرشه على المنطقه اللي نحن بدنا نشيل منها السلوليت او نشدها، بدنا نحط عليها شقفه بس تكون مبلوله مي. هلا كلهم عم بيقولوا كلود ما تعقدنا الامور، بس ولكن لناخذ نتيجه، لانه كل العالم عم تحط كريمات ما عم تاخذ نتيجه، فقدرنا عملنا لهم شيء يقدر يعطي نتيجه بس لازم يطلع شيء من الجسم ليتفاعل اثنيناتهم مع بعضهم اوكي، لنقدر نكسر دهن ونشد جسم لازم يتفاعلوا، لانه نحن عم نشتغل عن 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 ناتورال ما عم نشتغل على شيء كيميكلز بقلبه. فنحن شو قلنا؟ قلنا رح نعمله من الكافيين، ومثل ما قلنا رح نرشه على المنطقه اللي نحن بدنا نشيل منها الفات تبعها او نشيل منها السلوليت او بدنا نشدها، لانه هو بيشتغل على ثلاث شغلات. فرح نلف حتى نحن نلبس اي شيء ومنبله نرطبه بالمي ليتفاعل دائما البرودوي او السليمينج ليكويد يتفاعل منيح الكافيين. بس لازم نعمل رياضه،
اجباري رياضه. بيقولوا لي ليش؟ يعني فينا نشتغل بالبيت نحن وفينا نطلع عرق. اهم شيء الملوحه اللي بدها تطلع من الجسم تبعنا هي اللي بدها تتفاعل مع الكافيين. هول الاثنيناتهم بده يعملوا البومينج، يعني هن اللي بده يفجروا هذه الدهنيات او يكسروا هذه الدهنيات بهذا المعنى، يعني راح يشيلوهم وبالوقت ذاته راح يشد لي البشره بشكل يعني ملحوظ جدا. من ثالث جلسه، لانه هو بيعمل 12 جلسه، من ثالث جلسه راح تحس حالك انه انت في شيء بجسمك تغير كليا. بالوقت ذاته انت عم بيشد جسمك على شغله كثير ناتوريت وكثير حلوه، وعم تتخلص من شغلات انت ما كنت تحلم فيها. لانه في كثير عالم، انت بتعرف في كثير ستات جربنا 100,000 شغله كلود وما زبط. نحن ناتشورال كلود اذا الله راد هي كيف لاي برودوي نحن بنحكي عليه، لانه نحن ما بنعطي شيء الا ما بيكون مجرب صار له سنين لنقدر ننزله على الاسواق. عظيم. بعد في شوية وقت. إيه أكيد. عنا مجموعة كبيرة. بدك نبلش بالخلطة. الخلطة خليها للآخر، بس هون بدي أقول إنه كبرودويات بس وين موجودين؟ نحن دائما عم نقول موجودين بالصيدليات. موجود بصيدلية السرور، يعني بجديدة موجود. على كل حال الأفانتاج إنه خلال هالمقابلة الناس عم تقدر تشوف الأرقام عم تطلع على الشاشة. كمان. كلود شو بيساعد؟ يعني مثلاً عصير خيار، بن، بيضة، كيوي. ايه هول اول شيء هول مجموعه نحن كيف بدنا نعمل الكولاجين بقلب البيت عندنا. كل هول العناصر اللي شايفينهم، انت مثلا بتاخذ الكيوي هي فيها 3 مرات اضعاف الفيتامين سي عن اي عن الليمون. فينا نعمل خلطه بقلب من دقيقه الوقت اللي بقى لنا. اوكي سوري انا ما مبسوط عنا. ايه مبسوط عن جد. والوقت بيمروا معك بسرعه. طبعا بدنا نحط بيضه مثل ما هي، رح نحط ملعقة من الكيوي، طبعا بدنا يعني الكيوي بدنا نعصره، ملعقة من الخيار كمان مطحون، وبدنا نحط ملعقة من البن. البن تعرف انت هو ضد الأكسدة وبيساعد البشرة كتير منيح. طبعا بدنا نخلطها مزبوط. هذه الخلطة كفيلة تعطيك قوة للكولاجين وتساعد الكولاجين على البشرة. هيدي بدنا نعملها 3 مرات بالأسبوع، رح نحطها على البشرة. على كل الجسم؟ لا، على كل الوجه مع الرقبة دايما. وجه ورقبة. وهيدي بدنا نتركها بين 23 و 25 دقيقة. بدنا نستعملها 3 مرات بالأسبوع لنلاقي نتيجة خلال 15 يوم كأن عم ناخد اي كولاجين من اي برودوي موجود بالاسواق. دونك بتكون البشره كانه مرتبه، بتكون لونها احلى، بتكون الاكله تبعها احلى. مزبوط. 3 مرات بالاسبوع. ثانك يو فيري ماتش كلود، رح تكون معنا على كل حال يعني كل خميس اذا الله راد، ورح يكون عندنا هيك خلطات صغيره حلوه وسريعه تعملون بالبيت وتهتموا بحالكم. مشاهدينا رح اترككم مع كاتيا تخبركم شو في اون ام تي في قريبا، بالاضافه لعناوين بكره. انا بشوفكم قريبا جدا. باي باي.